مراراً وتكراراً دأبت على نفي تورطها في الحرب الروسية الأوكرانية، لكن اليوم تقارير استخباراتية تؤكد تورط الصين في الصراع ولو بشكل غير مباشر. فبحسب وكالة رويترز، كشفت أجهزة استخباراتية أوروبية وضع روسيا برنامجاً للأسلحة في الصين، هدفه تطوير وإنتاج طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا. التقارير تلك أكدتها وثائق سرية لشركة IMZ التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية، التي أشارت إلى إجرائها اختبارات طيران لنموذج جديد من طائرة مسيرة تسمى G3 في الصين بمساعدة متخصصين محليين. تلك المسيرة يمكنها قطع مسافة 2000 كيلومتر وقادرة على حمل نحو 50 كيلوغرام، وتم تسليم عينة منها بالفعل إلى روسيا لإجراء مزيد من الاختبارات عليها بمشاركة خبراء صينيين. الغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها روسيا عملاق التصنيع العسكري إلى دول أخرى لإمدادها بالأسلحة. سبق أن أكدت تقارير استخباراتية غربية نقل إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. بعض المراقبين يرون أن روسيا تلجأ للحصول على الأسلحة من حلفائها لأنها تعاني من نقص بالعتاد في حربها الدائرة في أوكرانيا، وتريد أيضاً تشتيت الدفاعات الأوكرانية عبر تنويع الهجمات بأسلحة مختلفة. لكن مراقبين آخرين لهم رأي مختلف، إذ يعتقدون أن موسكو ليست بحاجة إلى التزود بالأسلحة من دول أخرى، ولديها منها ما يكفيها، لكنها تريد استنزاف مخزوناتها تحسباً لطول أمد الصراع وتوسعه.